إذن عود إلى برلين والأستاذ علي الشعلان. أستاذ علي الشعلان، مرحبا بكم. مساء الخير أخي الكريم. حياك الله أستاذ علي. لماذا لم تفقد الميليشيات في العراق نفوذها كما وعد السوداني بخطاب تكليفه برئاسة الوزراء؟ ما السبب وما الهدف من وراء ذلك؟ يعني بالتأكيد سيد الكريم، اليوم السيد السوداني أتى من رحم الفصائل المسلحة، أتى من رحم الأحزاب الحاكمة الفاسدة في بغداد، وهذه الأحزاب هي مدعومة بهذه الفصائل المسلحة. اليوم السيد السوداني للأسف يعني تأمنا به خير قبل سنة لما شكل حكومته، تأمنا كل الخير أنه يبدي بداية جيدة، لكن للأسف الشعب العراقي مرة أخرى ينصدم بعقبة الفساد، ينصدم بعقبة المحاصصة الطائفية، يعني ينصدم بهذه الوجوه اللي للأسف اللي سيطرت على دفة الحكم منذ 2003 وذهبت إلى في العراق إلى 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 طريق مسدود. يعني منذ 2003 احنا اليوم نعاني من هذه الميليشيات، من هذه الفصائل المسلحة. لا يستطيع اليوم السيد السوداني للأسف كبح جماح هذه الفصائل، لأنه هي من تدير دفة الحكم في بغداد. نعم جناب. أستاذ علي، خطة السوداني في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في العراق هو عبر خطة احتواء الميليشيات وضمها وتمكينها بالسلطة، هل سينجح السوداني في ذلك؟ يعني أخي الكريم، أنا أعتقد العكس، يعني الميليشيات والفصائل المسلحة هي من احتوت السيد السوداني. لا بالتأكيد، مرة أخرى اليوم الفصائل المسلحة هي تدير دفة الحكم في بغداد. اليوم السيد السوداني للأسف هو واجهة لأحزاب السلطة الفاسدة في بغداد، لا يستطيع عمل شيء، مكبل الرجل. ممكن الرجل من داخل العراق، الرجل يعني كان مهندس وعنده ملف نظيف، لكن للأسف هذا ما يغير في الواقع شيء. يعني هناك يعني آفات الفساد، هناك العصابات المسيطرة على سدة الحكم. اليوم السيد السوداني يعني للأسف احنا شفنا من فشل إلى فشل، وآخرها اليوم في كركوك. نعم جناب علي، السوداني منح الميليشيات أكثر من 100,000 وظيفة جلها في الأجهزة الأمنية، ما خطورة ذلك على الجيش وعلى الشرطة في العراق؟ مرة أخرى سيدي الكريم، السيد السوداني ليس فقط أعطى إلى الميليشيات أو الفصائل المسلحة 100,000 وظيفة، هناك شركات تأسست ومنها شركة المهندس، وصرفت المليارات إلى الفصائل المسلحة. وحتى في الموازنة اللي رأيناها وطلعنا قناتكم، تكلمنا على قناتكم الموقرة أيضا، صرفت المليارات، كثير من الأموال من أموال الشعب العراقي صرفت إلى هذه الفصائل المسلحة، ولا نعلم أين هي هذه الأموال. يعني هل العراق اليوم بحاجة إلى 15 أو 18 فصيل مسلح وولاءات تأكلها إلى الخارج؟ بالتأكيد لا. هذا يدل على أنه السيد السوداني لا باستطاعته عمل شيء داخل العراق للأسف. نعم أستاذ علي، مراقبون لاحظوا بشكل ملفت هو استيلاء عناصر الميليشيات على جل مقاعد مجالس المحافظات، يعني ما تفسير ذلك؟ ما الذي يريدونه الميليشيات؟ يعني أخي العزيز، كيف يتسنى لنا مثلا أن نعرف هذه الانتخابات هل هي صحيحة أو لا غير صحيحة؟ يعني هم اليوم الميليشيات هي من تسيطر، هناك أحزاب معروفة، يعني قيادات معروفة في سدة الحكم، هي من تسيطر على لجنة الانتخابات. وسمعنا يعني التغيير الأخير اللي يريده السيد المالكي وقيس الخزعلي وفالح الفياض، استبدال لجنة الانتخابات. يعني ولا للأسف، يعني الأخوة في لجنة الانتخابات اليوم كثير منهم ولاءاتهم للأحزاب الفاسدة، وأولها حزب الدعوة. نعم. من الملفت للنظر أستاذ علي توقف هجمات الميليشيات على المصالح الأمريكية في عهد حكومة السوداني، هل هناك اتفاق مبطن حصل ما بين الميليشيات وحكومة السوداني من جهة والولايات المتحدة من جهة ثانية برأيكم؟ نعتقد بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة نعتقد لا يوجد اتفاق، يوجد اتفاق بين السيد رئيس مجلس الوزراء مع الفصائل المسلحة. نعم، حصل في اجتماع في بيت السيدة هادي العامري
وقادة الفصائل المسلحة الميليشيات اجتمعوا في بيت السيد العامري، نعم. وأبلغهم رسالة السفيرة الأمريكية. يعني بعد ما التقى السيد السوداني بالسفيرة الأمريكية، بعدها بيوم التقى بقادة الفصائل المسلحة في بيت السيد العامري هادي العامري، وبلغهم رسالة شديدة اللهجة، ونبههم على المغانم اللي حاليا في يديهم. نعم. يعني خلينا نكون واقعيين أخي أستاذي الكريم، هؤلاء كانوا يتسكعون في الشوارع، الآن يملكون المليارات، وإحنا كثير من الفساد، تسليب العراقيين إلى أراضيهم، نشوف كثير من الملفات اللي السيد السوداني للأسف ما يستطيع اليوم إيقافها. نعم. فالسيد السوداني نبه هذه الفصائل المتمردة على الشعب العراقي بأنه إذا استمروا في مقاطعتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيسحب البساط من تحت أقدامهم، ويخسرون هذه المنافع وهذه المناصب وهذه في مجلس النواب أو في دوائر الدولة. في كثير من دوائر الدولة اليوم، مفاصل الدولة تحت تصرف الميليشيات وتحت تصرف الفصائل المسلحة. نعم. عبر سكاي من برلين الكاتب والناشط السياسي علي الشعلان، شكرا جزيلا لكم.